الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، أول ليس قبله شيء وآخر ليس بعده شيء، وظاهر ليس فوقه شيء وباطن ليس دونه شيء، وهو على كل شيء قدير. اللهم علمنا ما جهلنا وأنفعنا بما علمنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما جهلنا وأنفعنا بما علمنا وزدنا علما. بدنا كان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نكي كدو نحرق شكاور تريتل سحر حكم نسحر سياعيا سحر سحر دياعيا من حكم ورنجن نكانين قابينوكن نيسانا كدو تحذير من العين والحسد نيل قابينوكن ننسان نعمر سيساق نساحر نكاهن كافيو قالها شوق قالها اسب قالها نابق قالها نابق يا خنا انساني ابن القيم يو والنشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان ننسان نسحر سيساو ما نسحر سيساو يعني غيره اللي يغنى حقين يقنى لاريا الاول حل سحر بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان يعني لا شيطان نيسانك ساحر نيسانك قال يغلو فردو نيرزنك نيسنك دا نفلا نيسا بقنا بنا بقنا بيران وما اندين ان كانك معناها شيطان ده شيطان ده فرطوغن ونينا حرامون وهو من عمل الشيطان محرم فان السحر من عمله فيتقرب اليه الناشر والمنتشر بما يحب فيبطل عمله عن المسحور اندين انت حرس اسا ساحر نقول انك ودا اللي ينر نينا نشرت يستزي وليه قلنا اللي ينغنين سحر سحر دي عين اللو نسأل عدنين حرام جن. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة فهذا جاهل بل مستحب أيوة ليمن نفران دمرنا علاماتنا ولقابينا وهذا أرنا كون إنسان سعيرا بغضي بورنا كن علاماتنا وإنسان عمل السينية وقول ورنا كن إنسان علم بغضي ورنا كن إنسان حسد كيتاب ورنا كن إنسان تغيرات قال حسر أغضيبه حاجات ما علماء ينو إن ناس زرن أرستو كذا سنة ورنا كن وقاية سلف ردك أكاف تطعيم سنة أكاف تحسين سنة فدي سنة أكاف وما إن كان نيل قاسقاف حاجات نين قرسك أغضيبه نيل لا لا ريس كده إن شاء الله كابينه أغضيبه ممكن علامات يعرف بها الصاحي الصاحي سأمر يربنا نان كده علامات شا وشارات شا نيد أرستو طلبه أثرا من آثار المريض المادية كالسروال مثلا نفلان شو اجتنبه كناعهم ويجران له فرما ورشب كناعسية وري ان سرى نيول ادنها بقل اخيات ناعسية نيسدوق لتناعسية قرن نواتا كويا كذا سؤال المريض عن اسمه كسم ردو عن قراوك ورد كسم كوغانا اخلد انت كن شو اجتنبه رهار يعني ورد وصفن له كوغانا كوغانا ويستثين او اني كان ويستثين نفران دين حاجات يعني هم بقنا وتكو انت كان شغل استلام لا رفع كان تكسب كان كنت على درس عاون كنت تردش عاون كنت درس عاون تلا لكن نين انسان اول ما سرنا كورة دوات كاو ناسية كوجانا ويش تاتين دي خورنا ويا ناسي فنديرنا ويا ناسي حاجات نويا وسي كان نويا قراتية شو كفول النهابي حاجات قلنا هم بقنا ناو يعني علامات جن إشارات جن آيات جن واضحات جنين نحن نفر ناس يخرين إشارات ساحرون إنسان يعني خير وأخرى ما ندقل طيب كتابة طلاسم غير مفهومة والتمتمة بكلام غير مفهوم يعني إنها بكتبوه كقل أرسدوا حروا أرسدوا ورك ورك تبخون ورا يكون نكون كذا تمتمات قل حاجات يوم ورا ينتف هملا الحاجات كذا تبوز هملا نينا وكذا علامات إعطاء المريض أشياء مجهولة يدفونها تحت الأرض أو يحرقها يعني ان حاجات ناس فريما فلان نوع كان الدفنين لم يوقع فريما ان حاجات ناس بربردين لم يوقع نين نوع حاجات ارسي سوقن ان علامات ورنقن وهبنا ان كل انسان حرس معنا هاي التحدث مع اناس غير منظورين فيطلب منهم العون مثلا لان لم كنت انا نيدي كبير امر لي واني قاعد قدام دقابه واني قاعد قدام دقابه
نهابك لي قمدك لي نعصي لي ونابي خون كنازي خون كنازي وكنكو جربوا ونكنكو يو ينستو جماعة ثلاثة وين قلنا إنسان نين شياطين قلنا عوز بالله من الشيطان الرجيم أول ما إنسان وانا جي أخذ نيت قابو قابو كون كونتر لي كنتي كفر شرور دال ميا أدام أنا أخذ فهم سب ما نيد 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 يخونكو سبحان الله سبحان الله يعني الناس يعني بالمناسبة إنسان عقل كميق وإنسان لبك كميق نأخذك آمن دبهم سيربهم أكلني وده قابكون كون تشعر وانتو في وسط قرطوا ويا إنسان كنن ويا ودي فكواني جاود ما قابكون لا وحي من ترى الله وحي النبي صلى الله عليه وسلم إلاني نسب بدن كذا نزلت أمر المريض بالبقاء على الجنابة إنسان جنابة أنا دي وأنا بقيت ما قيل خيال سقلو جنجكونكو ونستوعن وسرعن جنجونز نبقيتن ما جنابة وانان ديبو ان قاري يوكا كافي ان جنابة قولي هناك كافي ليه قولي وقارا كافي طيب معناها اني انسان كافر قلنا يعني افاي سليس يوكامو نجاسة تكم يوكامو طهارة كرلم كلا وهابنا من دخلنا نوات تكاوز انسازي هابنا تلا جرب لكم منه قدنيني من دمنا علامات من دمنا اشارات اندورة رقن نيسان ابقودو يعني لا دونت امر المريض بلبس السليم انت سلامك مثلا يوكا خلاص انت نور شخدا مقديبك شودكو كستان وكن كستانك ولي نقولهم بقى ساعات كستانك عشان كده نان طلب حميه انت سليب سترتو لا حول ولا قوه الا بالله ما سليب سترتو اكلا اول ما نسي وكدم بي اكست انا سلامك نعم سليب سيدي كنا كله يا خدت تلا جرب من كل كنا وكنا مساكين كنا مثلا والدين وانا نوري وخينا وقرا وري قال لا لا رحمت من ان اعتقدوا ابونا وما امننا وابونا نفرند شخص ياسين نيوزي كوازي يشترو ملسره سليب سردن ني مشكله بارجن ورسيره كبني على سلام تلما هو تلكم انت الاغلى نين انسان ساحر نسأل كل كراهية أن يتحسن المريض بالأدعية والأذكار النبوية المشروعة. يوكا في السيارة والوالد حد قارئ وراد رب الناس قارئ وراد رب الفرق قارئ الحمد قارئ آية الكرسي قارئ أذكار إسك تحسين إسك يوكا ناس جربها شيطان قال ناس جربها كافر قال ناس قشاب قرآن سك قشاب قرآن للشراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ينبوين شيطان فرق بسم الله الرحمن الرحيم خير حضر قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد نوات كوس جرب العين شيطان جرب العين أعوذ بالله تعالى ما ننسى سقيا ننساني أرثتوا كبنين علامات صحيح أرثتوا كبنبو نان إن شاء الله عندي حسدي ورانا قل عل ورانا قل حسد نان القابين أقول الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم وقال صلى الله عليه وسلم ولا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد وقوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا متفق عليه ورانا قلنا حسد زوال نعمة الغير إن فلان نعمة بس فرد منه عاد اثنين يقول شو شو ترى عوز بالله رزق كمان رزق فرد منه ما شاء الله يقف إنسان قدام ما سكاه وعرف نعل فلان نوايا أقول نوايا أكسر عن بق نوايا أقول ني في غطلي ني علم لي ني سرني ني ولا لي ني قريت قريب من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما شاء الله يقو علد قدام تقاو علد قدام تلبدو ننيد نشر يعطين نيد قدام نافي خدت فرصة أورالو بشخرة تحسين سيرة شخص تحسينها كليب إذنك نكليب نيما وريلم بكون
معوذات لي آية الكرسي تل قل هو الله واحد تل قل هو رب الفلق تل الحمد تل أذكار كنن يعني كسرد أكو أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق سيقوك كنمر كسرع بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم كتاب بك حسن مسلم يستخدم أدرو له أذكار المساء والصباح على تشعره إن أذكار نين تحسين عيالي نوسو أبنا حسرنا كنا مجانيسي شخنا ورجينا قناعيسي إن شاء الله نيبا كس قابينا ديو نان أشياء نين ضروري كن جرب دقنا إلا ولا ددر جينا في خدر ينا كودر ينا مجتمع عدر ما نسبتت ما حسد إنسان مغلى ما شاء الله يقف إنسان إلد حسد آخر نعمة أريضو نفر دمنو ننعمة نين زول دمنو جرب أخو إنسان كن أسباب النجاة من الحسد وده نيسانك يعني إنسان حاسد إيمان شخنا يعني ضعيف كن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجتمع في جوف عبد غوفني يقول كور جوان يقول لي ناس عند لا يجتمع علاني ايمان دي حسد دي انسان ايمان كما ما شاء الله يب. ما شاء الله فرحه تجي على سنه تجي على سنه حاسده حسدك ما شاء الله يا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم عشان كده انسان اسلام انسان مؤمن اي شيء عذب دنك نيرك ما شاء الله يرجع كيف يغدك عذب دنك اي شيء عايز عليه ما شاء الله تو شهرك ولاد ليك ويغد ليك ومال لي نيلك ما شاء الله يرم بركة حصلك دي إن شاء الله كده نيسالك النبي صلى الله عليه وسلم نهاية لا تحاسد يو حسد مغلق النان قدام قريب ما حسدوا نفلان قابل حسدنا وكا في يغد ليك كخلق جارك اللي نجار خلق أخولي دبكا كسراني كغالك كشكل اللي كدروا لي قريب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ناش يعني خير بركة نحصل سلف درسة إن حاسد دي إن ساحر دي إن إن علاقة دي أسباب للنجاة من الحسد وهبني نجيتنا قرصنا كنين نحسد لد نيمكو ده ضروري كن أولا التعوذ بالله من شر من شره والتحسن به وهو اللجوء إليه أول شيء تحسين السينة شعره ومعوذ سنة شعره نيسانك تقوى الله وحفظه عند أمره ونهيه نيلك الله سبحانه وتعالى ني أوامر ديني مناهيت ني نعمرو ننادي ننادي سيو سينا سينا شعانهون ننا حيو منا ننادي ننادي السكر قاي أخونا نعتاني بدو سينا شعانهون الصبر على حاسده وتقوى الله فيه يعني إنسان حاسد مقلع نعمة كفر ده ممكن زوال جرب هذا صبر جرب ده كنا قد نيدي ونتعوز إن شاء الله ونستعين بالله التوكل على الله جل وكل زمان شعانهون قويت نجار ومن توكل على الله فهو حسبه نيزا نبكده عدم التشاغل بهذا الحاسد نحاسسك الدم قبه نن أعوذ بالله من نن حاسد جن نن علشاء نن علد علناهم ورجلنا شاقل سببه وجارك جارلو كرسي ما تحسين قصصي ما أذكر قصصي الإقبال على الله تعالى والإخلاص له والانشغال بطاعته نن ضروري جن تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التي سلط عليه أعداؤه يعني دائما إنسان يعني نعمة كميه محسود جن كل صاحب نعمة محسود أي إنسان نعمة كميه وخير كميه حاسدين وقريب أي إنسان نعمة لمحاما محسود كل صاحب نعمة محسود عشان كده حاسدين كوزن أعداء كوزي قالوا عواسم أنهم دعي ديبهم عشان الله سبحانه وتعالى يكفيك شر بما شاء اللهم أكفينا اللهم أكفينا بما شاء اللهم أكفينا بما شاء اللهم أكفينهم بما شاء يتجعلوا فسيكفيكم الله وهو السميع العليم فسيكفيكم الله وهو السميع العليم نا آياتنا آياتين دي نا حديث دي سيد شهره ودو صدق شهره وصدقه والحسان ما أمكن مقدر الإمكان يعني صدق شهره وصدقه في التجاره مال وتجاره إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه ودو كمرا يعني تكرر آخر من الجار وانك أحسن إليه كذلك أن حاسد دي باغي دي أن ظالم دي جار وانك تكسي اليوم من إيمان جرب دوك يعني تجريد التوحيد فالتوحيد حسن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين العين والوقاية منها العين والوقاية منها العين نظر باستحسان مشوب بحسد يعني علم فلان يقول الناس عسي عجبك وكلا ما قال كل ما مركيسه كله نيت حسد خد ما شاء الله يجي بسم الله يجي نين قال علم إنسان قال كنا نسناب نعرد ما شاء الله يلا اي شيء مال لا اخن خلقت لا اخن شخار لا اخن بطرد لا اخن هم بس عدلك مع عجب مركيسنا مع والنا ما شاء الله يقف نينجن ما لا ما لا عجن. العين نظر باستحسان مشوب بحسد يحصل المنظور منه ضرر
قد يؤدي إلى قتله. قال تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأفلاهم، لا يزلقونك بأبصارهم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أي يعتنونك بأبصارهم. وقال صلى الله عليه وسلم: العين حق، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. المغلق النبي صلى الله عليه وسلم حذركنا الله سبحانه وتعالى توكنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن علمتي ننسان النيق مغلق ننسان إلتنا بقيستن إنسان نسانك نفي غصة الآن تلرس رشا قال رشا تعود رشا ما شاء الله رشا هم بإنسانك ما شاء الله رشا. ولو كان شيء ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. يعني شان عد قدر سبدرق وانا عل بدر تدل أنا والعياذ بالله. شان كده نسأل اثنين الوقاية من العين قبل وقوعها نعل التغريكة وهابن النجاب تحسين اسنك كلي بسينو قرصنا قن. تكون الوقاية بما يلي: ستر محاسن من يخاف عليه العين. ستر محاسن من يخاف عليه العين خاصة من ين أوسود. يعني أوسر اللارين في غصي واريس لري نرشبك سوق واريس لري سرنا حوان سرداري دلناق سرداري شبوه سرداري لساس هلاقراري دهب نروس اسري شخارترو شهرشترو وسو دي نستخو دي جابلي فراري نين علم ترابل تحسين كما قرن. عشان كده وقاية ان علم قدير جاب لساس هرتشعتي ستر تشعتي ملاب سران شيروش سرتشعتي سران شبوه واسع سرتشعتي سران دلنوش تشعلاني سران في غصة تروش تشعتي ستر سيد تشعتي اي صنعات رقاب صعودي بشخار او بني صنعاسي نيم قال ترى سعلان بصنعات صنعاسي انسان نيلك صنعاسي سترد انسان اقضى حوائجكم بالكتمان انسان قريب تجعون ما نا صنعات نين نين دارجن ستر محاسن من يخاف عليه عليه العين. والمحافظة على الأدعية والأذكار الشرعية نالي يعني تماما أذكار النساء والصباح لا صلاة فجر صلاة ذنبي مع عوزتين دي إخلاص دي يعني قل أعوذ برب الناس دي قل أعوذ برب الفرق دي قل والله قل هو الله أحد دي نهي القرآن آية الكرسي دي من حديثي كنا ندك سالة السنة في غوص المسيح سن نهي جن نسير مصحن ما نهي ما شاء الله تبارك الله وقعت السيوه ما لدقت علاج العين بعد وقوعها. لأن خلاص إن الإنسان علم بقدي بقصه مثلا وأبع عليه تقول إننا فرنين إننا فرنين معرفة العين أولا وأخذ ماء ما وأخذ ماء وضوئه وصبه على المعيون. الإنسان اللي واقصك كسر منه حاولتك بقدر الإمكان في وضوءك بري إن وديس وبمعاونين وتقدروا الإنسان شغل تمام لي يعني بصير دي وشاف انقارضك وبهم تراح برا كلهم. العلاج بالرقية الشرعية وارد القرآن رقية بالرقية الشرعية كتب مو كتب الرقية الشرعية كتب سيدنا مو إشرب طرهم مو كتب سيكم بو علماء بنو خيرين بنو أو مرب أنتم كلاو رقية الشرعية ورانا جيني رقاء الرقية لكم في غزة تقولوا جالس رب. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بنا الرقية الشرعية طبعا نرتو حلقة سينو قلنا لما وهابني سند رقية شرعية وهابني عالج سند نسأل عتني القابين وقلنا إن شاء الله الله بش رقية شرعية نرتوك أتراب كامل جربتي. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.